إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. عبر المهدي مفتاح حارس مرمى الوداد الجديد عن سعادته بانضمامه صوب الوداد، معربا عن أمله في أن يقدم ما هو منتظر منه من الجمهور الودادي وأن يحقق مع الفريق ألقاب مستقبلا. وقال المهدي مفتاح في تصريحات صحفية: أنا سعيد جدا بانضمامي إلى هذا الفريق الكبير، فريق الوداد الرياضي الذي يملك قيمة كبيرة وطنيا وقاريا. وتابع: سعيد بالتحاقي إلى الوداد، وأتمنى أن أقدم الإضافة المرجوة التي ينتظرها مني الوداد الرياضي وجمهوره، وأن أكون في المستوى المطلوب وأن نحقق الألقاب لهذا النادي الذي يظل نادي البطولات. كان فريق الوداد الرياضي قد أعلن يوم الجمعة رسميا تعاقده مع المهدي مفتاح إلى جانب كل من إلياس شتي وأسامة محروس وزكريا أدراوي ومنتصر الحتيمي. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.